منذ أن بدأ البنك الدولي نشاطاته في الضفة الغربية وغزة، كانت مهمته موجهة بشكل واضح لتمويل المشاريع ودعم المستوى المعيشي الفلسطيني، والتي بدورها كانت متأثرة جدا بالإغلاقات والضوابط والقيود الخارجية. البنك الدولي موجود في فلسطين منذ عام 1994. سبب وجوده هو لمساعدة الشعب الفلسطيني. خلال 10 سنوات أو أكثر، مول البنك الدولي مشاريع متعددة، منها إعادة تأهيل الطرق وبناء مراكز صحية ومدارس جديدة، وأيضا إرسال الأطفال إلى المدارس الثانوية وتخرجهم حتى خلال الانتفاضة. وكذلك مول مشاريع تخص البنية التحتية الأساسية في المياه والري والكهرباء. من المعروف أن النفايات الصلبة لها تأثير على الصحة العامة والبيئة، لذلك فإن التآكل في مستوى نوعية البيئة له تأثير على حياة السكان. البنك الدولي كان يرد على واحدة من أولويات السلطة الفلسطينية والتي تهدف لحماية البيئة في الضفة الغربية وقطاع غزة. فاتفق الطرفان على تطوير مشروع بيئي في جنين، والذي سيقوم بدوره ببناء مكب نفايات هو الأول من نوعه، والذي يستقبل النفايات البلدية. To address municipal waste. عملية التخلص من النفايات كانت تتم عن طريق نقل النفايات إلى مكبات غير مرخصة ومكبات منتشرة في جميع أنحاء المنطقة، وكان يتخلص من هذه النفايات إما بحرقها أو دفنها، وهذا يسبب أضرار كبيرة للبيئة وانتشار للحشرات المضرة والقوارض، كما كان أثناء التخلص من النفايات هذه يتم حرقها باستعمال السولر، وبالتالي تنتشر الأدخنة بالمنطقة بشكل عام، والحرائق أحيانا التي كانت تسبب خسارة كبيرة للأراضي المجاورة بمئات الألوف من الدولارات. الهدف الرئيسي للبنك الدولي هو البنية التحتية والقضاء على ضعف القدرة المؤسساتية، لذلك مولت المشاريع لتصميم وإنشاء مكبات صحية للنفايات ونظام معالجة. مثل هذا المشروع له عوامل مرتبطة بإدارة النفايات الصلبة. كانت هناك حاجة ملحة لإعادة تأهيل وتطوير وإغلاق المكبات العشوائية المنتشرة على مستوى 85 تجمعا سكنيا، والتي ستستفيد من هذا المشروع. 85 communities benefiting from this project.
مشروع بناء مكب زهرة الفنجان هو عبارة اتفاقيتنا عن جزئين، بناء مكب إغلاق وإعادة تأهيل المكبات. هذا أحد المكبات التي يعاد تأهيلها في محافظة جنين. 5 مكبات تم السيطرة عليهم وحصر مكبات جنين 84 مكب في 5 مكبات. هذا أحد المكبات الموجودة، يتم في السيطرة المطلقة على النفايات، لا يتم في حرق، في سيطرة شبه مطلقة على العصارة باستخدام طبقة كليه توضع تحت النفايات لمنع تسرب العصارة للمياه الجوفية. المكب تغطى فيه النفايات بشكل يومي، السيارات اللي بيجين تتغطى النفايات فيها بالمعدات الموجودة، وهذا مرحلة انتقالية بين المكبات العشوائية والمكب الصحي اللي رايح يكون في زهرة الفنجان. هي كانت مزبلة للبلد قبل حوالي أكثر من 20 سنة، وصارت أهل البلد يجيب كل زبالة وتحطها هون. طبعاً هون إحنا ما قدرناش نبني سنين، حتى بنينا بالأخير يعني تقول على مضض. طالب الجهات المسؤولة، طالب اليوم بكرة بكرة اليوم، وأخيراً أتوصلنا نتيجة مع البلدية مع مجلس الخدمات المشتركة، ساعدونا وأجوا جابوا الجرافات وجابوا السيارات ونظفوها تنظيف كامل، وهذا الأرض رجعت طبيعية أحسن من قبل. في البداية تم العمل على مكبات النفايات الصحية في جنين، وبالتدريج سوف تدخل طول كريم ونابلس، وأيضا هناك بلدية رابعة ستنضم للمشروع. هذا يدل على نجاح المشروع، لأن البلديات الآن تعمل مع بعضها البعض لحل المشكلات البيئية. في شمال الضفة الغربية في منطقة جنين ومحافظة جنين تحديدا هو من المشاريع الهامة والحيوية والتي نعتز ونفتخر بها وبوجودها في فلسطين. طبعا هذا يعني هذا المشروع بجوز بانطلاقته كان بيهدف إلى محافظة جنين، استيعاب النفايات في محافظة جنين ومحافظة طوباس، لكن فيما بعد يعني تطور الموضوع حتى أصبح اليوم يعني بيستوعب كل نفايات محافظات الشمال. كنا نتوقع أن يكون 35 سنة، ولكن حاليا بما أنه تم يعني تحويل كل محافظات الشمال إلى هذا المكب، يعني أصبح يتراوح العمر بحسب يعني النفايات اللي بيتم إرسالها لهذه المنطقة من 13 إلى 15 سنة. يعني نتيجة تشغيل مكب زهرة الفنجان تم التخلص من 85 مكب عشوائي في محافظة جنين. وعندما نقول عشوائي يعني نعلم ما هي المخاطر اللي بيخلفها أي مكب عشوائي موجود في كافة مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.